السلام عليكم. غادي نوريكم كيفاش تشاركوا في القناة. بالنسبة للناس اللي ما تعرفوش، غادي تنقاو هنايا هاد صابوني هادي هكا بالحمر، او تتنقاو اللي عندهم بالعربية تتنقاو مكتوب اشتراك، ضغطوا عليها بهذا الشكل غتولي لكم هكا بالكري، غيبان لكم هاد الجرس هذا، ضغطوا عليه غيطلعوا لكم ثلاثة الاختيارات، غادي تختاروا الاختيار الاول هكا ضغطوا عليه. بالنسبة للجيم هنايا، منين تدار جيم الفيديو او اللايك في هاد الأسبوع هذا، تضغطوا هنايا تطلع لكم هكا بالكحل. السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. البنات اللي بغات تدخل الانستغرام ديالي هو هذا تيتي ماشو، غادي نخليكم الرابط ديالو في اول تعليق. ما تنساوش البنات اللي جام الفيديو واشتراك في القناة، فعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي، راه وريتكم الطريقة في اول الفيديو. وما تنساوش تخليو تعليق باش تدخلوا للسحب ديال المسابقة. اللي بغات دوز البنات لا كوموند، دخل عندي في الرقم يسيبها لكم، هذاك رقم خاص فقط بالواتساب، حطوا الكوموند ديالكم، ديروا السكرين ولا قولوا لي الموديلات اللي بغيتو ونحطهم لكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد التشكيلة ديال كورميطات ديال اكس بي، موديلات مختلفة. كاين هذا الموديل هذا ديال الحنش، كاين ديال فان كليف، كاين المهم بزاف البنات، بزاف الموديلات. الكورميطات اللي كنت حطيت لكم في ديك لا سيمين اللي دازت نالوا الاعجاب ديال بزاف البنات، وجبت لكم تشكيله اخرى، وغنحط لكم حتى الموديلات القدام، غادي نحطهم لكم في اخر الفيديو. المهم البنات، بالنسبه للكورميطات الثمن ديالهم ابتداء من 100 درهم، يعني كاينين ديال 100 درهم، كاينين ديال 120، كاين ديال 130، وكاينين ديال 150، واحد الموديلات قلال. دونك هادو هما لي غورميت ديال اكس بي البنات. عندكم الشكيلات، اللي بغات شي حاجه البنات دير سكرين، يعني تاخد الصوره من الفيديو وما عرفاتش تدخل عندي تقول لي مثلا بغيت الكورميطات اكس بي، بغيت هادي، بغيت الخواتم اكس بي، بغيت مثلا البراسليات. راه بزاف الموديلات، كيف دائما نقول لكم في لا فيديو راه ما تنحطش كلشي في الفيديو حيت ما يمكنش. دونك كاين الموديلات تيتحطوا في فيديو، مثلا الفيديو الماجي يكون ثاني موديلات، ولكن اللي بغات شي حاجه الواتساب راه نحط لكم جميع لي موديل. هذه البنات راه غليظه هاد الكورميط، المهم كاين كورميطات رقاق، كاينين غلاظ على حساب لوغو ديال وحده كتبغي الكورميط، كاين تيبغي داكشي خفيف، كاين اللي بغيتي يبغي كورميطات لي غلاظ. المهم هادو الموديلات اللي كاينين في الكورميطات. ما تنساوش البنات تشجيع القناه بلي جيم والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. تعاليق البنات، تنقول لكم التعاليق باش تدخلوا السحب ديال المسابقه اللي تندير كل شهر، حيت اللي ما كنتيش دايرين التعليق ما تدخلوش للسحب. البنات بالنسبه للبراسليات ديال اكس بي ديال ثلاثة، جبت لكم ثاني واحد التشكيله هانتوما كيف تشوفوا، وهادو البنات الثمن ديالهم راه كل على حساب الموديل، يعني كل موديل والثمن ديالو، ماشي كلهم نفس الاثمنه. المهم اللي بغات شي حاجه دير سكرين وتدخل عندي الواتساب، راه هو الرقم في الفيديو. السيدات اللي تيسولوني على الطقم البنات ديال لويز اللي جبت لكم قبل العيد، سمحوا لي بزاف لانه الطقم حاليا غير متوفر، يعني ما بقاش ممتع عند لي فورنيسور، ما كاينش. ان شاء الله نهار يدخل الطقم اللي فيه لا غورميت وفيه لا غورميت العنقود اليد والحلقات والخاتم، نهار يدخل البنات راه غادي نوريه لكم في شي فيديو، حاليا غير متوفر البنات، حيت بزاف اللي تيدخلوا تيسولوا فيه. هاد الموديلات البنات وريتهم لكم في الفيديو ديال البارح، هاد النباله والخاتم. بالنسبه للنباله والخاتم كاين هاد جوج الموديلات، وبالطبع كاينين البنات السراتل، راه كاين بزاف لي موديل البنات، ما يمكنليش نحط لكم كلشي. وكيف قلت لكم ما بقيتش بغيت نحط لكم لي فيديو طوال، لانه كاينين البنات اللي تيكون مثلا واحد ما عندوش الواي فاي، تيكون غير مشارجي الكونيكسيون، يعني ما يمكنلوش يشوف لا فيديو كامل. دونك اللي بغات شي حاجه، مهم حاولت ندير لكم هكا الفيديو طويل يكون مره على شحال، يعني ماشي دائما. المهم لي غورميط هادو ديجا وريتهم لكم، هادو تا هما البنات اكس بي، هادو هما اللي وريتكم في الاسبوع اللي داز وعجبوا البنات بزاف، والبنات بزاف تقداو منهم. هادو هما الموديلات ديالهم، وكاينين لي باغ مارياج تا هما ديال اكس بي، غادي تشوفوهم تا هما. المهم هادشي اللي كاين في لا فيديو ديال اليوم، اللي بغات الاطقم، اللي بغات الخواتم، لي شان، دي زونسومبل خفاف، المهم اي حاجه بغيتوها ما كايناش في لي فيديو دخلوا عندي الواتساب. تنشكركم بزاف البنات على التعاليق ديالكم، سمحوا لي اللي بغات اي استفسار
دخل عندي الواتساب وسمحوا لي بالنسبه للناس اللي تنتعطل ما تنجاوبهمش، كيف قلت لكم راه الصباحات اكثريه الصباحات قليل فاش تنجاوب، تيكون عندي يعني الارساليات خاصني نوقف على لي كومونت تنرسلهم للناس، في العشيه راه تنجاوبكم. دونك شكرا لكم بزاف وسمحوا لي مره اخرى، وشكرا على التعاليق الزوينه ديالكم. امان الله.